السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان ديالي تبارك الله عليكم والله يحفظكم ليا كما القاعدة. وأنا ديما ندعي معكم ونطلب ربي يقبل مني الدعاء لكم. إخوان ديالي عندي أسئلة في الأوديو. كيقول واحد الاخ ولا غادي ندوزو لكم هو، واستمعوا معايا لهذا السيد هذا، وهذا السؤال ديالو بغيتكم تشاركوه معنا في التعليقات. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم وعمي بوجمعه، كي داير؟ لاباس عليك، هانيه، كلشي مزيان. والله يدخل علينا وعليك هذا العيد بالرباح والتيسير والهنا ان شاء الله، وطوال العمر تعطينا من ما يزيد من الفكرات. جزاك الله خيرا عمي بوجمعه. بغيت نسولك واحد السؤال، جاوبني على هذا السؤال، الله يجازيك بخير، الله يرحم لك الوالدين. عمي بوجمعه، شي 15 يوم هادي مشيت كنراقب في المنحل ديالي، لقيت واحد الخليه ربات بيوت الملكات، خليتهم ما خربتهمش، والخليه عندها الزياده، عندها العساله الفوق، خليتهم ما حيدتهمش. والبارح رجعت درت المراقبه، لقيت بيوت الذكور مفرقين. واش الام الكاذبه اللي كدير هكاك، اولا الام الجديده اللي خرجت دارت هكاك؟ ما فهمت فيها انا والو. والله يجازيك بخير، بغيتك تجاوبني على هذا السؤال. الله يرحم لك الوالده والوالد، الله يوفق لك بالجنه يا ربي، الله يرحم لك الوالدين عمي وجمعه. اخوان ديالي تبارك الله عليكم، سمعتوا معايا السؤال ديال الاخ، وانا غادي نجاوب على حسب معرفتي، على حسب تجربتي ومعرفه ديالي. هاد السيد هذا راكم سمعتوا شنو قال، وكيقول من بعد رجع وراقب الخليه وخرجوا الملكات، لقى بيوت ديال الذكور، يعني حضنة ديال الذكور مفرقة. كيقول شنو هي؟ واش الأم الكاذبة أو لا ملكة عذراء اللي دارت داك البيض هكاك؟ الجواب ديالي بالنسبة للملكة ملي خرجت عذراء، نديرو الأولى يا أما فرخت وخرجت، أو لا ماتت قبل ما يربيو بيوت الملكات، يكون قتلها هو ولا وقعت لها شي حاجة ماتت وربى نحل بيوت الملكات. الخلية إلا كان فيها الذكور قبل ما يخرجوا ليا سميتو الملكات الصغار اليوم عذرات، راه ما غيمكن لهاش تبيض بيض ديال الذكور باش تلقاها، لحقاش عندها الذكور. وإلا ما عندهاش الذكور في الخلية وخرجت ملكة عذراء وباغا تلقاح، الطريقة اللي كدير وهو كتبيض بيض غير ملقاح في الخلية، وكيكبروا داك الذكور وكيفقصوا وكتلقح بهم. والطريقه ديال الحضنه اللي كيقول مفرقين، ما نقولوش الام الكاذبه لحقاش مده قصيره، غنقولوا هذاك البيض ديال الذكور مفرق، الملكة اللي هي عذراء بغات تبيض بيض غير ملقح للذكورة، ولقات هادوك البيوت
العيون السداسية خاوية، وحده هنا وحده ليه وحده ليه، يعني ما خاويش متساويين، يعني وحده حده وحده ما كاينينش. اما لقيت فيهم عسل ولا حبوب اللقاح ولا شي حاجه، ما لقيتش فين تبيض، لقيت العيون السداسيه مفرقه باضت فيها. ربا النحل الذكور منهم وجاو مفرقين، واللي كنقول انا الام الكاذبه ما غتبليناش على شهر أو لا 20 يوم، الأم الكذبة كتبان لينا في المدة ديال 40 يوم، لحقاش كيكون عندها الحضنة، كيكون عندها البيض مفتوح، ملي كيساليو هادو ودوز واحد المدة ديال 15 يوم وما كايناش الملكة، عاد كتنوض الأم الكذبة تبيض. هذا هو السؤال ديالي انا، وكيبقى الجواب ديالكم انتما الاخوان ديالي، والله يجازيكم بخير. القناه ديالي حسبوها ماشي قناه، قناه ديالكم، وقولوا فيها ما بغيتوا، ونتبادلوا الخبرات بيناتنا، ومرحبا بكم. هاد السيد هذا اللي عطانا هاد السؤال الاول غادي يعطينا طريقه اللي لقى عنده ديال المرض، وغتصنتوا ليا معايا الاوديو ديالو باش تعرفوا شنو كيقول وشنو كاين. هاد الاوديو هذا غيهضر لينا عليه على المرض اللي لقى عنده في الخليات ديالو اللحظة اللي قلت لكم أنا في الأول ديال الأخر ديال شهر 4 يمكن ولا شهر 5، قلت لكم أودي راه ولا المرض، ردوا البال وداويو الخليات ديالكم. غادي تصنتوا معايا الأوديو اللي قال السيد في اللحظة اللي هضرت أنا على المرض. السلام عليكم وعمي بوجمعك، كي داير لاباس عليك، هانية كلشي مزيان، والله يدخل علينا وعليك هذا العيد بالرباح والتيسير والهنا ان شاء الله، وطول العمر تعطينا من ما يزيد من الفكرات. جزاك الله خيرا عمي بوجمعه، خليتهم ما خربتهمش، والخليه عندها الزياده، عندها العسل الفوق، حيتهم ما حيتهم. عمي بوجمعه كي داير لاباس عليك، هانيه كلشي مزيان، والله يحفظك لينا ودي عمي بوجمعه. عمي بوجمعه تفرجت في هذا الفيديو اللي لحتي نهار الجمعه، نهار 1 شهر 7، جزاك الله خيرا. عمي بوجمعه سمعتك تكلمتي على شي ناس قالوا بان ما لقاو الدود في الاطارات في الخليات اللي فيهم المرض. انا اللي لقيت الخليات اللي مرض ملي كنتي هضرتي الاول على الخليات بان ما راه كاين المرض رجع، مشيت للمنحل قلبت لقيت 5 د الخليات اللي مرضين عندي، 5 اللي مرضين عندي، باش داويتهم بالدواء اللي عطيتيني جزاك الله خيرا، سكر كلاصي واكسي فيتامين، سكر كلاصي واكسي فيتامين. كاين الخليه اللي كانت عامره واصله على العساله، ضربت معاها ترجعتها من 2 لترات 3 باش منين رجعتها، كل 4 ايام كنعطيه الدواء، وكنعطي ليه اكسي فيتامين عاوتاني مع المحلول السكري وكياكلوه. رجعتهم حتى وحده ما ضاعت الحمد لله. وذاك المرض فين كاين؟ كاين في الخليه القديمه، حيت القسمات كامل انا ملي وصل النحل على القسيم قسمته كامل، شريت صندوق جديد، ما شريتش الصندوق القديم عند حتى شي واحد، كاين الصندوق القديم رخيص وما شريتوش عند حتى شي واحد، حيت تبعت المعلومات ديالك شريت صندوق جديد
والإثارات اللي كاينين عندي في العام الفايت عقمتهم بالجابير والماء كيف ما عقمتي يوم تانيت. هذاك الدود اللي قالوا هاد الناس ما لقيتوش المرض كيفاش داير. المرض اللي عندي انا كنهضر على راسي، المرض اللي عندي الحضنة كتكون صفرة، حتى الحضنة اللي سد عليها النحل كتكون صفرة، الإطار كامل كومبلي كيكون صفر. هادشي اللي لقيت انا في المنحل وسمعت هادشي واكدت على هذاك الدود ما كاينش. الحضنة كتكون صفرة، الحضنة محلولة كتكون صفرة، الحضنة مسدودة كتكون صفرة، كامل الإطار كيكون صفر كاع وقت ما طاب كاع داك وقت ما طافت اسميتو الحضنة كيبقى صفر ما كيكونش كحل. هادشي اللي لاحظت انا وشكرا الى بغيتي توصلوا للاخوان هادشي اللي كاين. جزاك الله خيرا، الله يحفظك عمي بوجمع، تبارك الله عليك، الله يطولينا في عمرك. هذا هو الاوديو ديال الاخ اللي قلت لكم راه غادي يهضر لكم على المرض وشنو لقى في الخليات ديالو، ولكن سمحوا لي راني غلطت ودوزت لكم واحد شويه من الاوديو ديالو الاول ديال الاسئله ديال الخليه اللي كان فيها بيوت ملكات. والاخوان ديالي كما قلت لكم في الفيديو الاول، حاولوا حيدوا العسل ديالكم، ولا عندكم شي خليات خاويين زايدين عقموهم مزيان وحكوهم بالحامض وقلبوا فيهم النحل ديالكم اللي عندكم اللي ما مريتش، واستمروا ديروا الدواء ديالكم. يعني الدواء اللي عندنا كنديروه رخيص ما غاليش بزاف، ونديروا الوقايه للنحل ديالنا قبل ما توقع الواقعه. اوكسي فيتامين اللي هي كتعطى تاع الدجاج كنا كنقولوا له التيراميسين قديم، كيلو ديالها كيدير 4600 ريال، سكر كلاصي كيلو كيدير 10 دراهم، ولكن سكر كلاصي خاصو يكون ديال الشركة لامبالاج، كيكون فيه شوية ديال الطحين، داك النشا اللي فيه كيكون يا اما ديال الذرة واما ديال البطاطا. وكناخدو 12 معلقة باش كنحركو القهوة صغيرة عامرة مزيان، كنديروها في كيلو ديال السكر كلاصي وكنخلطو مزيان وكنديروه فوق الإطارات، كنديروه فوق الإطارات غبرة، وملي كنديروه فوق الإطارات كناخدو مرصوات ديال العواد، يعني طريفات ديال العواد رقاق، وكنديروهم ما بين الخنشة والإطارات. علاش؟ باش كتبقى الخنشة مهزوزة على الإطارات، وكيدوز النحل ما بين الخنشة والإطارات، وكياكل لينا داك الدواء اللي تما. وهذه هي الطريقة إخوان ديالي ديال هاد المرض هذا عندنا، حتى يجيب الله الشفاء ويهزو ربي علينا في خطرة، ونطلبوا الله يعفينا ويعفيكم من جميع المرض. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.